عليكم خوتي لي ديزاد يوتيوبر، معكم خوكم الجيريان زنده كالعاده. بون ما كاناش نحكي لكم، الفرحه راح تسيح. هاد لا فيديو ان شاء الله نديروها خفيف ظريف، في خاطر كاع لي زالجيريان، في خاطر ليكيب ناسيونال تاعنا، في خاطر المغاربه التوانسه الليبيين والليبيين والسودانيين. الحمد لله ليكيب ناسيونال تاعنا شرفتنا اليوم، رفدت لنا بالراس وحنا نرفدوا الاعلام. ربي يفرحكم كيما فرحتونا يا ليكيب ناسيونال، من الغارديان شاوشي حتى اللي كانوا قاعدين ستاف تكنيك للشيخ سعدان. الشيخ وعليه الكلام، ماركه وعلي ما تحركت منه حتى شعره، وعرف كيفاش ماركي الكريدي، قال له ماركي رافد الكتابي ماركي في الكريدي. هاد لا فيديو حبيت نهضر فيها على الناس اللي كانوا ضد الفريق الوطني اللي بداو يغنيو 1 2 3 فيفا مالاوي. حبيت نقول لكم برك باللي مالاوي كانت غلطه، لانه الكبير يتعثر ولا يسقط، الكبير يتاكل برك بصح ما يطيحش. وبرهن لكم معامل مع الكوب دي كوت ديفوار فيس شامبيون دافريك، تما الماتش الجاي ان شاء الله ربي يجيب لنا هذوك اللي في بالي بالك، نزيدو نعطيهم نحوهم الطريق. انا نرسم في الخريطه ما كانش نقولكم ان شاء الله خاوتي الجيري فيناليست باذن الله الواحد الاحد. ومن بعد هذيك اللي جابوا ربي في طريقنا، خاطش انا حبيت نسجل يا تاريخ ليكيب ناسيونال تاع الجزائر. هاد ليبوك اللي راهي جايه سي البالون راح يحل في الجزائر، لانه البالون كل عام واش من عاصمه يحل. انا نظن لانه كان عندي شك انه البالون راح يحل في غانا، بصح هذا العام راح يحل في الجزائر. الجزائر بلد الحضارة يا اخي، ربي يفرحكم يا ليكيب ناسيونال، ربي ينجحكم كاع. اقسم بالله غير طاحت لي الدمعة، اقسم بالله كي ايغاليزاو الدوزيام بيت، والله العظيم غير بالدمعة طاحت لي الدمعة، اقسم بالله نقسم بشرفي. ما فهمت والو، ما فهمت والو. الرد السريع ماركو منا، ردوا لهم منا. علاش تحلف؟ قالوا تماركي يقدر في الهدات زعما كايطا دار، قال لهم شو شوفوا اسمي بو قراد لهم واحد العفسه بزوج يدين. معليش. المهم تحيه خالصه لعيني المينوش، نقول له راك احتلتم. تحيه خاصه لاتشاي تشيميمون، تشايتشي ميمون راك حتلتم في خاطرك اخوتي لي ديزاد يوتيوبر لي فيسبوكر. تحية خالصة خالصة، ربي يعزكم ربي ينوركم. حبيت ندير واحد ديديكاس لخويا الصغير سكندر، نقولو سكندر نموت عليك ونحبك بزاف بزاف، اتهلاو في روحكم خاوتي لي زالجيريان، ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم.